هذا هو الأصل، أنه ينتهي وقت الوتري مع أذان الفجر. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر، يعني بين الأذان والإقامة كانوا يوترون، نقل عن عائشة نقل عن علي رضي الله عنهما أنه أحيانا كانوا يوترون بعد أذان الفجر الثاني، يعني بعد دخول وقت الفجر، ولكن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكون هذه اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم، والأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر قبل الفجر. فالأصل أنه إذا دخل الفجر ولم يوتر الإنسان فقد فاته الوتر، هذا هو الأصل. نعم.